تحت رعاية قدس الأب جهاد الشويحات رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في الأردن، أحيت إدارة مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام ممثلة بمديرتها الأخت كلارا المعشر أمسية ميلادية تحت عنوان معاً نحو مغارة الميلاد، بحضور الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورساد في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وعدد من الراهبات وحشد كبير من الحضور. وتضمن الحفل تقديم فقرات جسدت قصة الميلاد تخللها باقة من الترانيم الميلادية أداها طلاب وطالبات المدرسة. أحيينا أمسية بعنوان مع النحو مغارة الميلاد اللي جسدوا الأحداث من البشارة إلى زيارة المجوس، طلاب المدرسة جسدوها بين تمثيل وترتيل. بوجه لهم شكر كبير لأنه تعبوا، عملوا ألبوم باعتبار. بشكر الأستاذ عيسى غطاس، الأستاذ عماد الشاعر المخرج، الأستاذ عيسى غطاس اللي سجل ووزع ومنتج. بشكر الهيئة التدريسية، بشكر طلابنا جميعا لأنهم بالرغم من امتحاناتهم بالفترة الأخيرة إلا أنهم ضحوا وتدربوا وعيشونا فعلا السماء ونحن على الأرض. كل عام وانتم بألف خير. المسرحية الميلادية تاعتنا كانت مميزة عن أي شيء ثاني بأنه عشنا روح الميلاد بالبروفات من البداية، ولقينا أنه المسرحية نصها لمسنا مع أنه من الإنجيل ودائما متداول بيننا، بس نصها لمسنا. مشان هيك الأولاد طلعوا كل إبداعهم، قدرنا إحنا كأساتذة نطلع كل إبداعنا بدعم من إدارتنا، من مديرتنا السير كلارا، قدرنا كمان أن نطلع كل إبداعاتنا بالشكل الصحيح. العدالة بهالدنيا ما عندها قلب يقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء.